ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. دايما بقول تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. كلنا بنعمل سلطة الزبادي بالخيار والثوم والنعناع. هل تسألنا في مرة من المرات قلنا بنحط نعناع ليه على سلطة الزبادي اللي هي بتحط لها ثوم وخيار؟ آه حلوة، برافو عليكي يا ست الكل يا أمرايا. ليه؟ عشان ريحة الثوم لما ناكل السلطة دي سلطة لطيفة جميلة، فيها ثوم، فيها زبادي، فيها خيار. ولكن مشكلتنا مع السلطة دي دايما الخيار بينزل ميته. فتعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. أول حاجة بجيب مضرب، بناخد الزبادي الحلو ده كده، بتجيب العرض اللي هم ست علب مع بعضيهم. السلطة دي على فكرة مع المقلوبة حلوة قوي، مع الكبسة حلوة قوي، مع البرياني حلوة قوي، مع المجدرة. هتقولي لي يعني ايه المجدرة؟ دي عدس بجبة او العدس الاسمر مع رز، حلوة قوي. فهي مع رز بالخضار حلوة قوي، رز بالمكسرات حلوة قوي. السلطة دي لها فوائد كتير قوي. رقم واحد بتساعد على الهضم، رقم اتنين بتفتح الشهية على السفرة بتاعتنا، رقم ثلاثة قيمتها الغذائية عالية جدا. فاحنا حطينا الزبادي، بنحط معاه شوية توم حلوين، والتوم ده اختياري على فكرة، ممكن ما تحطيش خالص زي ما انت عايزة، ده اختياري برضو، بس هي بالتوم بتبقى لطيفة وحلوة. بنحط شوية الملح الحلوين، معلقة زيت زيتون لطيفة وحلوة بتدي لمعة في البداية، وفي الآخر بنزينها بزيت زيتون. الله على زيت الزيتون، قوام شكل حلو قوي. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معانا نعناع يابس اللي هو بيتجاب ويتنشف ويتحط. انا مش بحب مع سلطه الزبادي النعناع الاخضر، بحبه النعناع الناشف ده. بس اقول لك على طريقه حلوه كده، وانت بتحطيه في كف ايدك اعملي الحركه دي، الفركه دي اهي، شفتي بينزل ناعم قوي. نعناع يابس ده بيتجاب من عند العطار، او انك انت بتجيبي حزمتين نعناع حلوين من الراجل اللي واقف في الاشاره، الراجل الطيب، بتاخديهم تنشفيهم وفي الاخر بتحملهم بالشكل. الله، عندك حد حبيبك في مطروح؟ انا دايما بعشق النعناع اليابس او النعناع اللي بيجي من مطروح، له طعم وله مذاق خاص بجد والله. ده النعناع مع الزبادي. ننزل بالخيار المبشور. انا بقى من هوات ان الخيار ما يتقشرش لما نيجي نعمله سلطه، يتحط بخضاره وكل حاجه كده، علشان الخضار في قلب الزبادي نعمه. ونقلبها كده، الله. السلطه دي تحطها في التلاجه، وجبه عشاء لطيفه، محتوياتها بروتين، الياف، يساعد على الهضم، سريعه المضغ، مفيده جدا لكبار السن، للاطفال، الحاجات الحلوه دي. نغرفها مع بعض. نعم يا غالي، حاضر. يعني تدفع كام؟ عايز اشوف المقلوبه اهي. شاطر، انا بسمع الكلام. طبعا لازم نحط عليها كمان رشه زيت زيتون مع بعض كده على السلطه اللطيفه دي. نجمه، حلو. شوية بابريكا حلوين. شفت السلطة خدت لون وشكل تاني ازاي؟ طبعا على الشاشة تتكلم مصر دي في كل المطابخ معروفة. سلطة الزبادي بالخيار والثوم والنعناع. الشوربة عينيا يا فندم.